يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل تقول: ما حكم الصلاة وأنا جالسة حيث إنها حامل ولا تقدر على الوقوف كثيرا؟ نعم، إذا كانت تحتاج إلى الجلوس تجلس، تصلي وهي جالسة، لأن الحمل نوع من المرض، وأيضا فيه ضرر على الحمل إذا قامت، ففيه ضرر على الحمل، يباح لها أن تصلي جالسة. نعم. تقول: وما حكم قطع صلة أقاربي الذين يجيء منهم مشاكل كثيرة وأنا متضررة من ذلك؟ عليك بالمواصلة ولو قطعوك. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافي، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. أنت أدي الذي عليك وهم عليهم مسؤوليتهم. نعم.